كابتن لؤي الكبير قوي حارس المرمى، وبنقول له بالنسبه لاجواء المباراه النهارده انت شايف تتوقع ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنفوز وربنا يسهلها معانا، بس يعني نلعب بجديه وحماس ان شاء الله وخير ان شاء الله. تتوقع كابتن عمرو حلاوه المدير الفني بتاع فريق الصحابه هيبدا بيك انت لؤي ولا هيبدا بمحي؟ توقعاتك ايه؟ ان شاء الله باذن الله، وانا ومحي اخوات واللي احنا الاثنين كويسين يعني، واللي هو شايفه يعني طبعا قائدنا وكل حاجه هو اللي شايفه يعني الاول. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا باذن الله. تتوقع خساره ولا مكسب يا كابتن؟ ان شاء الله مكسب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. معانا النهارده كابتن محمد اسامه التوسي. انت اول مره تلعبها تحت ضغط جماهيري، ده هيمثل ليك النهارده، هل في هيبقى في اي قلق في الملعب؟ هيبقى ايه، هتكسب ولا هتخسر؟ لا ان شاء الله هنكسب هنكسب تحت اي ظرف تحت اي ضغط. الضغط الجماهيري بيمثل عندك حاجه النهارده؟ بيبقى ضغط عليا وكده. فازاي هتقدر تتغلب عليه في الملعب؟ هلعب بقى ومش هحط في دماغي الجماهير. يا ترى جهاز الفني النهارده هيبدا بيك ولا بتفتكر ايه؟ ان شاء الله، عشان الماتش اللي فات لعبت حلو واثبتت نفسي، فان شاء الله يعني في امل. بالتوفيق يا كابتن تتوس. ان شاء الله. كابتن اسلام البوي بعد اذنك، انت شايف النهارده الضغط الجماهيري اللي موجود في الملعب، هل ده يعني يعتبر اول مره تلعب تحت ضغط جماهيري، هل ده هياثر عليك في الملعب؟ لا طبعا ان شاء الله مش هركز يعني معاهم ومع تشجيعهم كده، هركز في الملعب خلاص. شايف النهارده الجهاز الفني ممكن يبدا بيك ولا هتستنى شويه؟ انا شايف ان ممكن استنى شويه. ده يرجع لادائك في الفتره اللي فاتت؟ طب تتوقع ايه النهارده؟ ان شاء الله باذن الله هنكسب فريق كويس.